السلام عليكم. هل يمهد الاتفاق على وقف النار بين الحكومة اليمنية والحوثيين في صعدة لحل النزاع نهائيا بين الطرفين؟ هل يكون اتفاق النقاط الست هدنة طويلة أم آخر الحروب؟ ما الأهداف التي حققتها السعودية من دخولها حرب اليمن وأين فشلت؟ هل أثبت الحوثيون أن قرارهم بيدهم وغير مرتبطين بأجندة خارجية؟ ما النتائج الداخلية والخارجية التي ستترتب على وقف الحرب في صعدة؟ اتفاق وقف النار في صعدة هدنة طويلة أم آخر الحروب موضوع هذه الحلقة من مع الحرف، حيث نستضيف في الاستوديو السكرتير الثاني في السفارة اليمنية في بيروت أمين الهمداني. نرحب بك أستاذ همداني. من دمشق رئيس مجلس الشورى في حزب الحق محمد أحمد مفتاح، أيضا مع الترحيب. وعبر الهاتف سينضم إلينا من الرياض عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد الزلفة، ومن برلين رئيس حركة المعارضة اليمنية في ألمانيا رياض حسن القاضي. نرحب بالجميع. قبل البدء بالحوار أتوقف سريعا عند وقف النار في صعدة والمواقف التي أطلقت، بدءا من الرئيس علي عبد الله صالح: نعلن وقف إطلاق النار بعد موافقة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي على الالتزام بالنقاط الست. شكلنا 4 لجان من مجلسي النواب والشورى للنزول إلى مناطق النزاع في محافظة صعدة وعمران والحدود مع السعودية للإشراف على التنفيذ. القائد الميداني للحوثيين عبد الملك الحوثي: نعلن وقف إطلاق النار في جميع محاور القتال في صعدة والالتزام بالاتفاق مع الحكومة. بعد استقرار وقف إطلاق النار سيتم فتح الطرقات ورفع النقاط منها وإنهاء التمترس في جميع محاور القتال. البيان الرئاسي اليمني: تم اتخاذ قرار وقف العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية والغربية لليمن بما من شأنه حقن الدماء وإحلال السلام في المنطقة. من شأن إحلال السلام أن يكفل إنهاء الحرب ويقفل ملف صعدة نهائيا. عمل اللجنة الوطنية المكلفة الإشراف على الاتفاق، الإشراف على آلية تنفيذ الاتفاق وتسلم الجنود السعوديين المحتجزين لدى الحوثيين وتسليمهم إلى السلطات اليمنية، وضع الترتيبات لعودة النازحين الذين خرجوا من قراهم إلى المخيمات، وتشكيل لجان ميدانية يشارك فيها أعضاء يمثلون الحوثيين. النقاط الست، أبرز هذه النقاط: الالتزام بوقف النار وبفتح الطرقات وإنهاء التمترس، الانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية، إعادة المعدات المدنية والعسكرية اليمنية والسعودية، إطلاق المحتجزين لدى الحوثيين، عدم الاعتداء على أراضي السعودية والالتزام بالقانون. طيب أستاذ الهمداني، لأبدأ معك من أهلا وسهلا بك أولا في هذه الحلقة ومبروك هذا الاتفاق بداية. أولا، ماذا يحقق إعلان وقف النار بين الحكومة والحوثيين؟ هل فعلا يفتح الطريق لحل النزاع نهائيا في صعدة برأيكم؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا سعيد لوجودي في الاستديو في برنامج عنوانه مع الحدث، وبمناسبة يعني حدث سعيد أدخل السرور يعني إلى ملايين اليمنيين والأمة العربية والإسلامية بوقف بقرار وقف العمليات العسكرية في صعدة. طبعا مع تمنياتنا أن يدوم ويستمر إن شاء الله، يدوم ويكون نعم. يعني تكون آخر حرب إن شاء الله. ولقد يعني لكن هل ماذا يحقق أستاذ؟ أولا يحقق لأن مضمون الاتفاق ومحاوره والنقاط الستة التي نعم. وضعت من قبل الدولة مضمونها ومرتكزاتها توحي أو تؤكد أنه إذا تم الالتزام من جانب الحوثيين بهذه النقاط فعليا فأن لا حرب قادمة، لأن في مضمون هذه ضمانات، في مضمون النقاط الستة نعم. ضمانات لكي لا تقوم حرب أخرى نعم. وقد استقبل اليمنيين يعني الحدث بفرحة وسرور بالغتين، لأنه يطمئن الجميع أن لا حرب قادمة إن شاء الله. طيب مع فارق بسيط، يعني اليوم كما سمعنا وطبعا عبر السلطات الرسمية حدث خلل أمني ما تعرض فيه وكيل وزارة الداخلية لمحاولة، في اعتقادي أن مثل هذه الأحداث اللي تحصل خصوصا نعم. في بدايات تنفيذ اتفاق هذا قد تحصل هنا أو هناك يعني، ولكن لا تؤثر ولكن الدولة يعني من جانبها ملتزمة قررت وملتزمة بالقيادة السياسية بوقف إطلاق النار نعم. وإذا كان هناك من خروجات من الجانب الآخر من الحوثيين فالدولة ستتعامل معها بجزئياتها
وخصوصا وان لديها النيه الكامله والرغبه الكامله في ايقاف هذه الحرب ونزف الدماء. جيد، اسمح لي اتحول الى دمشق والى محمد احمد مفتاح رئيس مجلس الشورى في حزب الحق. سلام عليكم سيد مفتاح، وايضا مبروك لكم هذا الاتفاق، لكن اسمح لي اتوقف عند اتفاق النقاط الست والذي يراهن عليه من قبل الطرفين. ماذا يميزه عن الاتفاقات السابقة، اتفاق الدوحة ربما تحديدا، والبعض يتحدث عن اتفاق هدنة طويل وليس انهاء للحرب، هل هذا صحيح؟ وعليكم السلام ورحمة الله، والف الف مبروك للشعب اليمني على هذا الاتفاق المهم والتاريخي الذي بإذن الله نأمل وندعو إلى أن يطوي حقبة مأساوية وكارثية في تاريخ الشعب اليمني في العصر الحديث، ومن أكثر الحقب المأساوية، لأنه حجم النيران التي صبت على محافظة صعدة وفي محافظة صعدة وما حولها ربما لم يصب مثله من قبل على الإطلاق في أي رقعة في الجزيرة العربية بهذا الحجم. الاتفاق نأمل وندعو الأطراف الأساسية في هذا الاتفاق إلى أن يكون خاتمة هذه الكارثة وهذه المأساة الرهيبة التي أصابت الشعب اليمني ومنطقة الحدث بشكل خاص، ولكن لكي يكون الاتفاق جاد وعملي ويوفر له الأرضية للنجاح يجب أن يتضمن النقاط التي لم تستوعب ضمن الاتفاقات السابقة، وأن يباشر لا تنفيذ نقاط، منها هذه النقاط الهامة جدا. أولا سرعة إعادة النازحين وتقديم كافة التسهيلات للنازحين، لأنهم أكثر المتضررين بعد المصابين والأهالي الشهداء وأهالي الضحايا، فهؤلاء أول الناس يجب أن يسهل لهم طرق العودة إلى بيوتهم. طيب. وأن تقدم لمن فقدوا منازلهم الإيواء والخدمات السريعة لإعادتهم إلى منازلهم لكي يثبت الاتفاق. طيب سيد مفتاح طبعا هناك العديد من النقاط لنثيرها في هذه الحلقة، لكن اسمح لي أبقى في إطار ما طرحت عليك بداية. يعني عندما نقول ان هذا الاتفاق الذي اعلن عنه انما جاء بعد موافقه الحوثيين على النقاط الست، هل هي نقاط مترابطه، وانت اشرت الى هذه النقطه، هل هي نقاط مترابطه ام هي معرضه للاختراق؟ يعني اذا كان موضوع النازحين وعوده النازحين اعتبرته من الاولويات، هل هناك ما يعوق عوده هؤلاء النازحين، ومن الذي يمكن ان يقف في وجه هذه المساله؟ تفضل. الذي قد يعيق هو يعني سوء النوايا قد تكون في احد طرفي الاتفاق، ونتمنى الا يكون هناك سوء نوايا. موافقه الحوثيين على النقاط الست نعتبره مدخل مهم جدا لحلحله الوضع في صعده ولسرعه اعاده الوضع الى طبيعته واعاده الحياه الى طبيعتها. النقاط الست نعتبرها مدخل أرضية. نعم. النقاط الست مدخل. أعود إليك أستاذ همداني كما شرح ربما الأستاذ بموضوع النقاط الست، إذا كان لديك من ملاحظة. نعم. عودة النازحين يعني باعتقادي أن عودة النازحين رهين وتطبيق، يعني من ضمن النقاط الست هو الانسحاب. نعم. وإعادة المنهوبات، إطلاق المحتجزين، الالتزام بالدستور. ذكرنا هذه يعني نعم. هذا مضمون هاي يحتم أيضا على يعني رجعة الأمور مثل ما كانت ورجوع الحوثيين ضمن